FM. الكل مليك. Premièrement, السيد خالد السبسي باش قال السبسي قال هو ما عطاش مهمة للسيد راشد الغنوشي باش يحاور باش يدخل في تحاور باسم تونس مع الإخوان الليبيين. لكن بوتفليقة استدعى السيد راشد الغنوشي 7 مرات. وانا ما عنديش تكذيب من الحكومه نتاع الجزائر اللي تقول اللي هو ما مكلفوش بتاتر كلفوا. السيد راشد الغنوشي جو سوي سور الاوبجيكتيف نتاعو اللي حركه النهضه هي حركه سلام وتدخل معناها يكون عندها دور قوي في خلق السلم في ليبيا والسلم بين تونس وليبيا والجزائر وتأمين الحدود التونسية وتعداو معناها نوت نيفو في السياسة الخارجية اختار وين وكان يفشل وباسم شكون يتكلم بالضبط حركة النهضة راهي الريبريزونت معناها مينوريتي في تونس هكا ولا ما هيش سي با لا ماجوريتي تو فما حاجة تو العباد مش فهمتها حركة النهضة ريبريزونت انتر 20 او ماكسيموم 30% من الالكتورال فوت معناها من الفوت الالكتورال او الاقل معناها ما فهمتش انا منين جات الحكايه هذه بوتيتر اللي غوليي بشخصيه السيد راشد الغنوشي اكثر منها من حركه النهضه ما هذه الدبلوماسي باراليل راهي مخطره على خاطر وقت تفشل فما يسميهم ان انتندد كونسيكونسز ساعات فما دي كونسيكونس ما تقراهمش وبعد شكون باش يحضنهم لي كونسيكونس هذيك شكون باش يتحملهم امل رد بالك ما راشد الغنوشي تونسي تولي تونس ما عرفتش كيفاش تركح اللعبه ما عرفتش كيفاش تعاون ما عرفت تونس ما تنجمش تاخذ ان كوتي وان اوتر راهو مع ما في ليبيا يلزم الساعه الليبيين هما يتقابلوا مع بعضهم وهما يتفاهموا مع بعضهم وتونس تمشي مع الشيء اللي ساعد الشعب الليبي مش احنا انفا معناها ديسيدي للشعب الليبي كاب اف ام الكلمه ليك